وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنفق يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان. ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الاخره قد يئسوا من الاخره كما يئس الكفار من اصحاب القبور صدق الله العظيم